بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقيق يقدم. الله أكبر الله أكبر. خطب صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، أظلكم شهركم شهر كريم مبارك، شهرنا كريم مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، من كان له من أجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كل منا يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو ماء أو مزقة لبن، ومن خفف فيه مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. ومن سقى فيه صائما شربة ماء سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فاستقبلوا هذا الشهر بالفرح والسرور، واحمدوا الله على صحة الأبدان وسلامة الدين، وترحموا على أمواتكم الماضين. وأيها المسلم، إذا عجزت عن الصيام لمرض أو كبر سن، عجزت عن الصيام لكبر سنك بأن بلغت مبلغا لا تستطيع الصيام وأنت عاقل، فأطعم عن كل يوم مسكين في آخر الشهر 45 كيلو من الطعام أو التمر. إذا كان مرضك مرضا خطيرا لا تستطيع الصيام معه حاضر مستقبلا، فأطعم عن كل يوم مسكين 45 كيلو من الأرز أو الحب أو التمر. أيها المسلم، لا تحزن ولا تتألم، فالذي أباح أوجب عليك الصوم هو الذي أباح لك الفطر، وأنت بنيتك الصادقة محسوب مع الصائمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما.